من عالم التمثيل والكوميديا إلى حضور متألق على مسرح ديو المشاهير، توني أبو جودي. أنا من زمان بحب برامج الهواة، بس كنت أحضرهم يجوا يغنوا مع ناس محترفين، حط حالي مع حالهم. وأنا بس كنت بعمرهم، بس كنت صغير يعني، كنت يمكن أحلم أطلع غني هيك. بحب عيونك، بحب جنونك، خليكي معي. قبل ما أوصل على الاستوديو كون صراحة بالسيارة عم راجع الأغاني، لأنه إذا منك حافظ الغنية بتفوت بالحياة. وبس أوصل لهون يعني بصير يزيد الستريس، مع أنه بتمالك حالي أنا يعني ما ببين على حالي، بس ببين علي بس كون عم بمشي يعني بالكوليس. بس تبلش الحلقة كل الوقت أنا ما بهدى، رايح جاي عم ببرم، بعمل حركات بوجهي، حركات بإيدي، وأضلني ستريسي لحد ما أطلع. Best performance. أول ما غنيت لأدال Never mind I find someone like you. من أجمل الأغاني بعد لهلا العالم بيقولون هاي أجمل غنية غنيتوها. Don't forget me. حبيت كتير وتغنيت I wanna spend my lifetime loving you. Heroes rise, heroes fall, rise again, win it all. صوت مارك أنتوني يمكن قريب لصوتي أكتر شيء يعني، وكتب له كانت حلوة. I want to spend my lifetime loving you. And when you حبيت مؤخرا بس غنيت لبرونو مارس كمان. Cause you're amazing just the way you are. Could have had it all. أحلى performance لإلي، مع أنه بحس كنت بعطيها بعد أحلى وقت غنيت مايكل جاكسون. Billie Jean is not my lover. Ooh, she's just a girl who claims that I am the one. بدي أقول للناس دعمكم وصلني أن أكون بالفينال. إذا بتحبوا أني أربح صوتوا لي. I can't wait a moment more. Tell me cuando. توني حدد الهدف ووصل لهدفه، والليلة بآخر برايم قدامه مواجهة أخيرة، فهل رح ينجح ويفوز بالمركز الأول بديو المشاهير؟